ودلوقتي عندنا فقرة مهمة جدا بتناقش دور التكنولوجيا في تطوير قطاع التأمين، وده بيتزامن مع مرور 5 سنوات على تأسيس شركة ثروة للتأمين، واللي هيكلمنا عنها أكتر الأستاذ أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذ أحمد، يعني ثروة للتأمين من الشركات يمكن اللي من أوائل الشركات اللي استخدمت التكنولوجيا في قطاع التأمين. عاوز أعرف من حضرتك بالظبط إيه هي صور استخدام التكنولوجيا اللي طبقتها حضرتك في الشركة؟ الحقيقة احنا من بدايات الشركة كنا واخدين قرار ان الشركة يبقى شكلها مختلف عن الشركات اللي موجودة في السوق، فحتى في اختيار السيستم اللي احنا بنشتغل بيه احنا كان القرار ان السيستم بتاعنا لازم يبقى كلاود بيست، ما يبقاش سيستم تقليدي وليه سيرفرات تقليدية. وده ساعدنا الحقيقة لما الكورونا جت ان احنا قدرنا نتواصل مع عملائنا ونعمل المطلوب مننا كشركة وننمو في أماكن مختلفة بعيدا عن مكان العمل الرئيسي. ده كان أحد أهم الحاجات اللي احنا استخدمنا فيها التكنولوجيا. احنا بنطبق التكنولوجيا في حاجات مختلفة، يعني أعتقد أن احنا مستخدمين بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بعض عمليات الإصدار وبعض عمليات التعويضات، وده بالحقيقة بيساعدنا أن احنا نقدر نحسن الكاباسيتي بتاعتنا، لأن الروبوتكس بتشتغل بعد الساعة 5 بعد مواعيد العمل الرسمية لغاية تاني يوم. ده بيساعدنا ان احنا ننجز جزء كبير من عمليات الاصدار وبعض عمليات التعويضات في الفترة المسائية بعد مواعيد العمل، بالاضافة طبعا الى الشات بوت اللي احنا بنستخدمه عشان يرد على تساؤلات العملاء المختلفة. يمكن تزامن دخول الكورونا مع بدايات الشركة، هل ده كمان اللي ساعدكم اكتر ان انتوا تستخدموا التكنولوجيا؟ والحقيقة قرار التكنولوجيا كان متاخد من قبل الكورونا، وكنا الحقيقة فكرتنا ان احنا لازم يبقى عندنا سيستم ستيت اوف ارت، حاجة جديدة خالص. وكان السيستم اللي احنا اشتريناه في ذلك الوقت، احنا كنا اول شركة في العالم تحصل على السيستم ده من الشركة المصنعة ليه، وهي الحقيقة كان واحدة من كبرى شركات الاي تي في العالم ولها اسم كبير. وكان السيستم ده اول مرة يبيعوه لاي عميل في العالم، كان احنا من حظنا ان احنا نكون هذا العميل، وهما باعوه بعد كده لحوالي 50 شركة لغاية دلوقتي. فالحقيقة احنا استفدنا كتير، خدنا بسعر كويس، خدنا تطبيقات كتير ما بقوش هما بيتحوها بشكل مجاني لباقي الشركات اللي باعوا لها، واستفدنا كتير فعلا منه. ده شيء جميل جدا، يمكن دي استباقية كمان في النظرة أستاذ أحمد، لأن يعني أنك من البداية أصلا عامل آلية أن أنت تدخل بتكنولوجيا في سوق يمكن وقتها ما كانش شركات كتير مطبقة دخول التكنولوجيا في قطاع التأمين أو مستخدمة أصلا التكنولوجيا في قطاع التأمين، فأعتقد دي استباقية في النظرة. يعني هو الحقيقة احنا كانت فكرتنا ان احنا في الاول في بداية الشركة ان احنا مركزين في البيرسونال لاينز، في المنتجات الفردية في اول 2 سنين من عمر الشركة، وده كان يستلزم وجود سيستم قوي وتطبيقات تكنولوجية مختلفة عشان تساعدنا ان احنا نقدر ننجز اعمالنا بشكل جيد وبشكل سريع وبشكل منضبط، مع الحفاظ على ان مصاريفنا الادارية والعمومية ما تزيد.